السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انتوا بتسعدوني بتعليقاتكم الجميله اللي بيجي لي على القناه، بتفرحوني بكل الحاجات الحلوه اللي بتكتبها لي في التعليقات اللي بيجي لي كل يوم على الفيديوهات بتاعتي. انا بجد سعيد بكل كلمه كتبتوها لي، سعيد بكل حرف قلته لي، سعيد بكل حاجه حاسينها ناحيتي. انا بجد مش لاقي كلام يوصف سعادتي ويوصف فرحتي. بجد انا ممتن لكل واحد جزائري وعلى دماغ كل واحد جزائري، وبحب الجزائر وهفضل طول عمري اشجع الجزائر، عشان هي بلد كبيره وبلد عظيمه وبلد فعلا تستحق الثناء وتستحق الحمد وتستحق كل حاجه حلوه في الدنيا. النهارده بشارك معاكم فيديو جديد عن الجزائر العظيمه، عن الجزائر الرائعه، عن الجزائر اللي كل يوم بتثبت لنا ان هي احسن واحسن، وبتثبت لنا ان هي احلى واحلى، وبتثبت لنا ان هي اجمل واجمل، بتثبت لنا ان هي في جميع المجالات وفي جميع المستويات مفيش حد يقدر ينافسها، ومفيش حد يقدر يقف قدامها، ومفيش حد يقدر يبقى اصلا زيها او حتى ربعها. النهارده بشارك معاكم فيديو جديد عن الجزائر، بس زي ما اتعودنا قبل كده وزي ما قلنا قبل كده ان احنا في كل فيديو هندعو لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم، ربنا يثبتهم، ربنا يقويهم، ربنا يشفي مرضاهم، ربنا يداوي جرحاهم، ربنا ان شاء الله يحرر المسجد الاقصى، اللهم امين يا رب العالمين. ومش محتاج افكركم ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. تتجه للجيش الجزائري لحسم وإنهاء هذه الأزمة. من الأرض والبحر والجو يخرجون من كل مكان. أطلق عليهم بوتن لقب فصائل الموت الأسود. أشرس رجال الجزائر بل والعالم كاملا ينفذون أشرس المهام المستحيلة، خضعوا لأصعب التدريبات العسكرية على يد أضخم قوات خاصة في العالم حتى تغلبوا عليهم، لقبوا بقوات فاغنر الجزائرية الخاصة، أدهشوا قوات سبيتسناز الروسية وأرعبوا قوات الكوماندوس الأمريكية، وقاموا بأخطر المهام المستحيلة باستخدام أقوى الأسلحة في العالم والتي عجزت عنها فرنسا وأمريكا. فمن هم رجال نخبة القوات الخاصة الجزائرية، أو ما باتوا يعرفون باسم فاغنر الجزائر؟ развивается особенно динамично и позитивно. Это во многом обусловлено доверительными, дружескими отношениями, которые сложились между лидерами наших стран. В ходе встречи президентов была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве. Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены на проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление Запада. Россия всегда поддерживала право каждой страны на принятие суверенных решений по всему спектру международных и внутригосударственных вопросов, особенно связанных с обеспечением национальной безопасности. Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира, в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки. Со своей стороны, Министерство обороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских вооруженных сил. أشرس قوات العالم خرجت من الجزائر. رجال الظل والدمار، أحد أقوى رجال الجزائر والعالم، أجسامهم وكأنها صخور من الجبال، وسرعتهم سبقت رياح الصحراء. هؤلاء القوات الخاصة الجزائرية، ضرباتهم مميتة، تحركاتهم في جزء من الثانية، يسابقون الزمن. تمنى بوتين أن يكون قائدهم، إلا أن تبون يحافظ عليهم بكل ما أوتي من قوة. إنهم أفواج المناورات العملياتية أو فاغنر الجزائر. أفواج المناورات العملياتية الجزائرية هي وحدات خاصة تابعة للجيش الجزائري، ويعرفون باسم القوات الخاصة الجزائرية، ومقر عملهم يتسع ليشمل كل الأراضي الجزائرية. وتتكون هذه القوات من فوجين، الفوج 104 للمناورات العملياتية ومقره بوغار. هذا الفوج تأسس في عام 2005 على يد أصحاب القبعات الخضراء من الأمريكان. تلقى أفراده التدريبات العسكرية اللازمة لهم على أيدي القوات الأمريكية.
الفوج 116 والذي يعتبر امتدادا لقوات جي اي اس وتأسس حديثا في عام 2016 ويمتلك هذا الفوج رصيدا كافيا من المهام العملياتية في مجالات عدة منها مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن وحروب العصابات وتفكيك المتفجرات وغيرها من المهام الأخرى. память алжирского народа сохранит на всю жизнь те позиции, которые занимал Советский Союз в 1954 году во время нашей революции, а также те блага и ту помощь, которую оказала Российская Федерация в лице вооруженных сил Российской Федерации, нашей национальной армии для укрепления обороноспособности, а также противостояния тем угрозам и вызовам, которые, с которыми мы сталкивались. Мы в Алжире делаем все необходимое для того, чтобы увеличить и усилить наши потенциалы и обороноспособность наших вооруженных сил, которая позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время, в 21 веке, наше государство. Беря во внимание то, что это все поддерживается западными деструктивными поведениями. تعود النواة الأولى للقوات الخاصة الجزائرية إلى حرب تحرير الوطن كباقي أصناف القوات المسلحة الجزائرية التي ولدت جميعها أثناء المعركة. في سنة 1957 للميلاد بدأت أولى أفواج الكوماندوس التي تم تأسيسها وتدريبها لمواجهة قوات الفرقة العاشرة المظلية الفرنسية ولتنفيذ العمليات الخاصة ضد الأهداف المختارة للاستعمار الفرنسي. وبعد الاستقلال في نهاية الستينات تم تأسيس المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة. ونتيجة لقوتهما الكبيرة وبطشهما بأعداء الوطن الجزائري بات الكثير من المحللين والخبراء العسكريين يرون أن هذه القوات إنما تتشابه إلى حد كبير مع قوات دلتا الأمريكية الخاصة وألفا الروسية الخاصة. ونتيجة لتدريباتها المكثفة ظن البعض أنها قوات فاغنر الجزائرية، فهم قوات شبه عسكرية تتبع قيادة الجيش الجزائري وشاركت في أهم عملية اختطاف كانت عملية غين أميناس، بالإضافة إلى عملية بيارغوديل والتي كانت لها الذيوع والانتشار نتيجة قوتها في تحرير الرهائن والقبض على الخاطفين. اصطلح على تسميتهم من قبل وزارة الدفاع الروسية فصائل الموت، وذلك نتيجة قوتهم الضارية وضرباتهم التي لا تخطئ في إصابة أهدافهم، وتنقسم إلى سرايا القتال الخاص وقوات الاقتحام والتدخل السريع، كما تتضمن سريتي الحماية والمراقبة الشخصية، كما تضم وحدة خاصة لتفكيك المتفجرات والقيام بحروب العصابات، كما أخذت هذه المجموعة من القوات الخاصة الجزائرية على عاتقها حماية النظام الرئاسي في الجزائر، وذلك بسبب كثرة التوترات التي يشهدها العالم حاليا، لذا تعد مهمة هذه القوات صعبة للغاية. بالإضافة إلى حمل قواتها لأقوى الأسلحة وخاصة الرشاشات طويلة المدى والتي قد تصيب أهدافها من على بعد، كما أنها تتسلح بدروع واقية تقيها أي ضربة قد تأتيها من أي مكان، كما أنها تتسلح بأجهزة للتنصت والتجسس بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار والتي يتمكن بها من التشويش على أجهزة الرادارات والمسيرات والمقاتلات التابعة لقوات الخصم. يعد زي هذه القوات من أكثر الأمور غرابة، حيث يرتدي رجالها بدلات مموهة بأربعة ألوان، ويشار إلى أن هذه القوة العسكرية الضارية يمكنها التحرك في شتى الاتجاهات، فكما ذكرنا آنفا أن هذه القوات يمكنها العمل فقط في سرية تامة، حيث لن تتنبأ بوجودها في أي مكان إلا بعد خروجها منه، فهي كالثعبان الذي يلدغ، كما تصيب قواتها أعداءها وخصوم روسيا بضربات قاتلة. احنا دولة وسطية، احنا نعتبر نفسنا أصدقاء الولايات المتحدة. نعم. إذا كان هما عندهم نفس الشعور بالنسبة للجزائر ما فيش مشكل. إذا احنا عدم الانحياز هي سياستنا. نعم. نتعامل مع روسيا، نتعامل مع الولايات المتحدة في ميادين أخرى. اليوم أكبر شركات تاع نفط أمريكية لا معدنا شيفرون أوكسيدنتال إلى آخره إلى آخره، ما طارحين حتى. ولعل أبرز مواقفها إلى جانب الجيش الجزائري
في هجوم شنه مسلحون ينتمون لمجموعة تتبع تنظيم القاعدة عام 2013 على وحدة إنتاج الغاز في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر، احتجزت فيه مئات الرهائن من جنسيات مختلفة وقتل 8 منهم كرد فعل على التدخل العسكري الفرنسي في مالي، فيما قتل 32 مسلحاً و23 رهينة في عملية نفذتها قوات الجيش الجزائري قررت التدخل لإنهاء الأزمة. في 16 من يناير كانون الثاني من عام 2013 هاجم مسلحون حافلة لدى مغادرتها موقع منصة الغاز المستغلة بشراكة بين بيبي شتات أويل وسوناتراك بتي قنطورين الواقعة على بعد 30 كيلومترا غرب عين أميناس، ليفكر قائد الجيش الجزائري بقوات لاقتحام أخطر مكان في الجزائر حينها والذي عجزت عنه فرنسا، حتى خطرت قوات المناورات العملياتية أو فاغنر الجزائرية بباله، حيث أعلن أنه سيعتمد عليها في حل هذه المشكلة. وبالفعل تركز هجوم هذه القوات الخاصة على منطقة احتجاز الرهائن بعد عمليات استخباراتية قام بها الجيش الجزائري لتحديد موقع الرهائن. وبالفعل تم ما أراده قائد الجيش وتم تحرير الرهائن والقبض على كافة أعضاء تنظيم القاعدة والذين تم الزج بهم في سجون الجزائر بفضل القوات الخاصة. ولعل بعض الخبراء يشبهها بقوات فاغنر الروسية، ولكن الفارق بينهما أن القوات الخاصة الجزائرية تلقت تدريبات عسكرية على أيدي قوات وجنود وقادة، كما أن القوات الجزائرية الخاصة من الجنود الجزائريين ليسوا من السجناء والمحكومين، لذا فالقوات الخاصة الجزائرية تتفوق من حيث التدريب والترتيب، أما قوات فاغنر فلا يعرفون سوى معنى العنف والقتل والدمار. تشابهوا مع دلتا الأمريكية أو حتى ألفا الروسية، حتى عدهم بعض القادة حول العالم بأنهم قوات دلتا الجزائر معروفون ببسالتهم وقوتهم الضاربة، رجالها لا يعرفون معنى الخوف أو اليأس وإنما يقاتلون من أجل إعلاء كلمة واحدة وهي وطنهم الجزائر. يقول بعض الخبراء إن هذه القوات كان لها دور كبير في مساعي الجزائر لوقف الحرب التي كانت ستندلع عما قريب في النيجر، فظهور هذه القوات الخاصة قرب الحدود مع النيجر كانت بمثابة إيذان للفرنسيين بضرورة التراجع عن الحلم الذي لطالما راودهم لسنوات. من الجزائر ينضم إلينا الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد نبيل كحلوش. سيد نبيل أهلا وسهلا بك معنا. يعني هذا الشكل من التعاون أو هذا التطور في نمط التعاون العسكري بين روسيا والجزائر والمتمثل في التصريحات التي أبداها المسؤول الجزائري والمسؤول الروسي خلال لقائهما في موسكو، يعني ما هي أوجه هذا التعاون وما الذي نتوقعه في قادم الأيام بخصوص ذلك؟ ممتاز. على كل حال بداية من التعاون العسكري في حد ذاته، نجد بأن الجزائر كانت لأول مرة تشارك في مناورات عسكرية داخل روسيا في أوستريا الشمالية، بالإضافة أيضا إلى مشاركة الروس في مناورات عسكرية وكذلك تدريبات مشتركة هنا في الجزائر مع الجيش الجزائري. وعليه فأوجه التعاون في هذه الحالة لا تتعلق فقط باستيراد الأسلحة كما كان بشكل تقليدي قديما، وإنما أيضا في أنماط التكوين، أنماط كذلك التعاون العسكري على مستوى الميدان. فيما يخص استيراد الأسلحة فبالطبع من أهم الأسلحة الروسية التي تصدرها نحو إفريقيا هناك الهليكوبترات أو المجوناقات والمجوقالات الناقلة للجند، هناك الهليكوبترات كذلك الهجومية، هناك الصواريخ المضادة للسفن، الصواريخ المضادة للدبابات والدبابات في أو المدرعات وكذلك الدبابات في حد ذاتها. وعليه فأرى بأن مثل هذه الأصناف من الأسلحة تحتاجها الدول وتعكس مفهومية عسكرية بالنسبة لهذه الدول اللي هي المفهومية الدفاعية، يعني صواريخ مثلا أرض جو ليست هجومية أغلبها دفاعية، الصواريخ المضادة للسفن كذلك الحاملة الجند وغيرها. هذا من حيث السياق الثاني أي سياق الاستيراد. وهناك سياق آخر هام جدا هو في السياق الثالث. في شهر جوان قامت الجزائر ب
توسيع شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، وسميت بالاستراتيجية المعمقة بعد 20 سنة من إبرام الاستراتيجية الأولى أو الشراكة الاستراتيجية الأولى في شهر جوان. اليوم في أوت نجد بأن الزيارة كانت سريعة جدا من طرف قائد الأركان الجزائري إلى نظيره الروسي. ما الذي يدل عليه ذلك؟ أولا يدل على بداية تفعيل بنود هذه الاتفاقية، بمعنى أن الجزائر تريد الخروج من عقلية الاستيراد فقط. مثلا في التسعينات كانت روسيا تدين للجزائر ب5 مليار دولار تقريبا، قامت بمسح هذه الديون للجزائر مقابل استثمارات أخرى. بعد ذلك شيئا فشيئا تطورت التعاملات العسكرية وتطورت حتى الأسلحة النوعية. بالنسبة للجزائر أصبحت تحوز على أسلحة روسية نوعية جدا، لا تصدرها روسيا إلى كل دول العالم إلا لبعض شركائها كالصين والهند. الجزائر حازت على مثل هذه الأسلحة في قارة إفريقيا لتكون قد حازت على قصب السبق كما يقال. إذن ففيما يخص تفعيل بنود هذه الاتفاقية، هناك التوطين التكنولوجي. لا أشتري منك الأسلحة فقط، ولكن لابد أن أحوز على التكنولوجيا التي تؤهل إلى تصنيعها محليا. ثم كذلك الصيانة، على سبيل المثال هناك غواصات جزائرية اشترتها من روسيا سابقا وهي متطورة جدا. لابد إذن أن نصل إلى الصيانة. الصيانة لابد أن تكون هنا في الجزائر في سواحلها. مزايا مهمة بالنسبة للجانب الجزائري، ولكن ماذا عن الجانب الروسي؟ يعني ما الذي سيستفيده الروس من تعزيز القدرات القتالية للجيش الجزائري؟ ما المقابل؟ سؤال ممتاز جدا. هنا ننتقل من التحليل الجيوستراتيجي والعسكري إلى التحليل الجيوبوليتيكي. جيوبوليتيكيا ما الذي تستفيده روسيا من الجزائر؟ هنا لابد أن أطرح نقطة أولى. بالنسبة لروسيا، راح نتكلم كمثلا جيوبوليتيكي روسي، كيف بإمكانه أن يفكر؟ يرى للجزائر على أنها دولة خلف خطوط الناتو. يعني عندنا قارة أوروبا، هناك الناتو، ثم عندنا البحر الأبيض المتوسط، ثم توجد الجزائر كأكبر دولة في إفريقيا. في هذه الحالة يعني أنه بالنسبة للاستراتيجي الروسي يرى للجزائر على أنها خلف خطوط الناتو، بمعنى أنها قد تكون خط للإمداد، خط للدعم اللوجستيكي في حال حدوث أمر غير منتظر. هذه النقطة الأولى. أيضا بالنسبة لروسيا، روسيا هي دولة أوراسية، ولابد أن يكون لها شريك استراتيجي كبير في المحيط أو الفضاء، عفوا الفضاء المتوسطي. في مثل هذا الفضاء المغاربي لابد أن يكون هناك شريك لروسيا. من هو الشريك الأكثر وثوقا؟ من هو الشريك الأكثر قربا؟ لا أقول من الإيديولوجيا الروسية، لأن هناك اختلافات. يعني حتى إذا دققنا في جدلية العلاقات الجزائرية الروسية سنجد بعض الأمور التي اختلف فيها، ولكن من هو الشريك الأكثر قدرة على التجاوب مع الطرف الروسي وإحداث توازن أيضا مع الطرف الأوروبي؟ هي الجزائر، لأنه ببساطة هذا هو المقابل الذي سوف تحوزه روسيا، أي أن يكون لها شريك موثوق في الفضاء المتوسط أولا. اثنين، أن يكون قريبا من مضيق جبل طارق اللي هو مضيق هام بالنسبة لهذا الحوض المتوسط. ثالثا، أن تكون لروسيا إطلالة على المياه الدافئة كما يقال في الأدبيات السياسية التقليدية. هذه الإطلالة لا تكون كما كان يبحث عنها الروس في السابق، ولكن بشكل حديث، إطلالة عن طريق الشراكات الاقتصادية، إطلالة عن طريق الشراكات السياسية، إطلالة عن طريق التعاون العسكري واللوجستيكي وغيره. ولهذا نجد أن الكثير من السفن والبارجات الحربية الروسية تأتي إلى الموانئ الجزائرية لكي ترسو فيها، سواء للتدريب أو كذلك للدعم اللوجستيكي. فكل هذه الأمور تحوزها روسيا في فكرها الاستراتيجي. شفتوا يا جماعة كلام الناس قد إيه عن الجزائر؟ شفتوا يا جماعة الوطن العربي كله بيتكلم عن الجزائر وعن اللي بتعمله الجزائر كل يوم؟ شفتوا يا جماعة قد إيه الجزائر دي لها مكانة كبيرة في الوطن العربي وليها فعلا قيمة عظيمة في وسط البلدان العربية؟ شفت قد إيه الجزائر تستحق الثناء وتستحق الشكر وتستحق كل حاجة حلوة في الدنيا؟ بجد يا جماعة مش مجاملة للجزائر، وصدقوني زي ما قلتلكوا قبل كده، الجزائر ولا بكلامي ولا بكلام غيري، والجزائر أكبر من أي كلام وأكبر من أي وصف. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.